معرض الإعلامية والابتكار في الإعلامية والمكتبية وعضو جمعية معرض الصفحات الدولي. الهدف متاعنا هو أنه نحط دورة على السكة الصحيحة مش تكون في وسطها كل ما هو الجديد والابتكار في الإعلامية. حطينا كانت تلاحظوا في النشرية اللي تعطات الناس الكل أنه دخلنا كل ما هو ابتكارات اللي هو علاقتنا جديدة مع الجامعة قويناها أكثر ومع المراكز البحث كذلك مع تكنوبولس فيقص ومع الوزارة المعنية ومع خاصة الشركات اللي تعمل كل ما هو حلول وحلول إعلامية والشركات اللي تجيب القطاع الإعلامية وما هو ابتكارات. هذا هو جديد مش كون هي الخطوة اللي هي الهدف متاعها أبار الابتكار هو كل إنسان عنده فكرة ابتكار وكل شيء مش يلقى السبل الجديدة يا إما بعث مشروع وإلا يدخل في شراكة مع العديد من رجال الأعمال ولا الباعثين وكل شيء ويبحث مشروع جديد وإلا يدخل في مشروع جديد. بالنسبة للصفقة الذكية ثم تعاون كبير قبل حكينا فيها برشا مع تكنوبول ولكن تو حالين حتى مع خاصة مع بلدية صفاقس الكبرى. كي تعرف أنت نقول احنا سمارت سيتي بمعنى رانا مش نقص نتكلموا على كل ما هي تكنولوجيا حديثة يعني مش تولي في ثم في الشوارع يتشاف كل شيء كاميروات كذلك نجموا نتحكموا في الطاقة كذلك زادا نتحكموا في نسهلوا خاصة سيالين مرور نسهلوا زادا كل ما هو ربح للطاقة وما شابه ذلك